أهلا بكم من جديد. عاصفة كبيرة تقترب من ساحة التحكيم الكروي في السعودية، حيث تبحث لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حلول جذرية لتطوير أداء التحكيم في الملاعب السعودية ومواجهة الأخطاء التي تؤثر في أداء الحكم السعودي وأسباب انتشار ظاهرة الاستعانة بالحكام الأجانب في المباريات المحلية. للمزيد عن الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الحكم الدولي عيسى درويش. أهلا وسهلا كابتن. أهلا وسهلا بك. شكرا. يسعدني أن أكون موجود في قناة الحرة. جزاكم الله خير، يا مرحبا بك. سعادة جدا بوجودك معنا كابتن. إذن كابتن، في البداية كيف تقيم مستوى الحكم السعودي بصفة عامة؟ طبعا تاريخ الحكام السعوديين كانت يعني موجودة كوكبة كبيرة من الحكام في الدوري السعودي. يعني إذا جيت يعني تذكر أسامي كبيرة في كرة القدم في التحكيم السعودي، فحاليا هم موجودين ماسكين يعني اللجنة هذه، فشغالين في كيف يوصلون الحكام السعوديين بمستوى عالي. مهمتهم ان توصيلهم الى كاس العالم. فحاليا لو نتكلم على مستوى الخليجي، لو نشوف التجربه القطريه والتجربه الاماراتيه، وحاليا طبعا عندهم خبير بريطاني برئاسة الكابتن الكبير عمر المهنا رئيس لجنة الحكام السعوديين. ولله الحمد على مستوى الخليجيين، طبعا نحن بدينا من سنة 1994 وجود وحضور الحكام العرب وحكام بالذات الحكام الخليجيين في كأس العالم. فلله الحمد يعني هم يعني شافوا التجارب، يعني التجارب القطرية والتجارب الإماراتية، وهم دايرين أساس إنه يخوضون هالتجربة. ويعني نجحت هناك يعني مثل ما كانت قطر تستقطب حكام، يعني في سنة 2006 كانت تستقطب حكام أجانب لدوري القطري. وحاليا نشوف التجربة نجحت. الحين حكام القطريين الموجودين في نخبة آسيا يعدون، يعني صار في 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 قطر صار في برنامج تكوين حكام بالنسبه للدوري القطري. نعم. وشهدنا هذا النجاح بالنسبه الان. نعم. بالنسبه للدوري السعودي، الحكم السعودي، صحيح ان الحكم السعودي ادار مباريات كبيره في كاس العالم، ولكن الحين يعني هذه السنوات الاخيره نرى تراجع كبير لاداء التحكيم السعودي، وراي رياضي يعني مستاء جدا من الحكم السعودي. نعم. مما يعني اضطر يعني الاتحاد السعودي لجلب حكام اجانب، هذا يضر بالحكام السعودي. طبعا اللجان هذه اشتغلت لمده طويله، كانوا حكام موجودين وكبار السن وذو خبره عاليه، فبعد اعتزالهم خلت من الاسماء الكبيره. فيعني الحين اللي موجودين حكام ما عندهم خبره يعني كثيره، خبرتهم قليلة، لكن الحكم السعودي الموجود حينه فهد المدراسي أدار مباراة نهائية في كأس العالم للشباب في نيوزيلندا بين صربيا والبرازيل. يعني يدل أنه هناك في حكام يعني بدأت انطلاقتهم. هذا بالنسبة لنجاح فردي ربما لحكم سعودي أو نجاح عنصرين فقط، لكن نتحدث بصفة عامة الدوري السعودي إلى ماذا يحتاج الحكم السعودي ليدير مباريات باقتدار مثل الحكم الأجنبي. صحيح أن الأخطاء يقوم بها كل حكم، حتى كبار حكام العالم يقومون بالأخطاء، ولكن مدى قدرة حكم على إدارة مباراة قوية تشهد حضور جماهيري كبير وضغط من الناديين؟ لا بد أن هناك الكل يقدم تضحيات من جميع الإدارات، يعني إدارات الأندية، لجنة الحكام، لازم يصبرون على الحكام هذيل اللي موجودين. فهناك بتكون في أخطاء، لكن الخطأ اللي بيخطأ حكم سعودي أنا أفضل أن حكم السعودي يخطأ وما يجي يعني حكم أجنبي ويخطأ
وخطا يكون اكبر. ربما الدوريات العربيه تتسامح مع الخطا الحكم الاجنبي ولا تتسامح مع خطا هذا الحكم موجود هذا موجود يعني في لماذا كابتن يعني هذا موجود يعني يعني هذا موجود في يعني انا شفت دوريات السعوديه ويجيبون ويستخدمون حكام اجانب ويخطئون يعني اخطاء بدائيه فاذا اخطا الحكم السعودي الصحف والجرائد والمجلات كلها تكتب عن الحكم السعودي فلا بد ان نحن نصبر على الحكام هذيلا لين يوصلون ياخذون خبره طويله او ياخذون خبره لين يعني يرتقي مستواهم الى افضل. اذا ما هو سبيل الى تكوين حكام يعني في مستوى عالمي في مستوى كبير لنراهم في كؤوس العالم حكام من السعوديه ومن الخليج بصفه عامه، كيف ترى السبيل الحل الى ذلك؟ الحلول موجوده مثل ما يعني انا اعطيت الحلول وجود الخبراء زايد يعني خبراء يعني استعانه بخبراء من الخارج يعني استعانه خبراء من الاجانب اللي موجودين الحين حاليا خبير موجود انجليزي في السعوديه، خبير سنغافوري موجود هنا في الامارات، وخبير تونسي عربي موجود في قطر. نعم، فهذه الدول الخليجيه استقطبوا الخبراء والحين الحكام يعني لو اجيب الاسامي الحكام المرشحين بكاس العالم حتى البحرين. عندنا حكم بحريني بيكون متواجد في كاس العالم. حكم قطري وحكم اماراتي بيكونوا موجودين في تشيلي شهر 10 كاس العالم الناشئين، وحكم سعودي كان موجود في نيوزيلندا. يعني كابتن هنا نتحدث عن الحكم، هل يحتاج الحكم العربي بصفه عامه او الخليجي يعني الى ربما شخصيه اقوى ليتحكم في مباراه قويه على مستوى يعني الضغط الجماهيري على مستوى ضغط الراي العام الرياضي؟ الى ماذا يحتاج بالضبط؟ اظن ان العامل النفسي ايضا الحكم مثل اللاعب يجب ان يكون يعني قوي نفسيا. الحكام اللي موجودين عندنا حكام اكفاء على مستوى عندهم خبرات استفادوا من الحكام الاجانب اللي كانوا موجودين يجلبونهم. فالحكام موجودين بس ان لابد ان يعطونهم فرص. كل ما انت تعطي فرصه للحكم الخليجي أو شكرا كابتن نعيسى درويش الحكم الدولي السابق، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا. حياك الله. الله يسلم. اذا مشاهدينا بعد قليل في منوعات بيروت، تحدي دلو الثلج مستمر في لبنان، نجوم وفنانين واهداف خيريه نحكي عنها بعد دقائق، وفي حوار الفن مع اقل من ربع ساعه من الان، جديده دراما مع الفنانه سمر مرسي في ضيافه منوعات اليوم من دبي. سعداء جدا ببقائكم معنا. فاهمة؟ بعد الحفلة عايزة البيت زي الفل، وبكرة الصبح تغسلي السجاجيد.